نتحول إلى أخبار الطقس. في وقفة ثالثة وأخيرة تستعرضها لنا ميرنا. إليك ميرنا. شكراً محمد وهبة، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21، الأسكندرية 28-21، مطروح 24-17، بورسعيد 25-20، والإسماعيلية 34-20. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 22، العريش 26-21، طابة 32-22، شرم الشيخ 38-27، والغردقة 37-27. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 27، أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29، الوادي الجديد 44-28، شلاتين 38-27، وحلايب 33 درجة والصغرى 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.